ما معنى اسم لميس؟ يعد اسم لميس جميلا وملفتا وناعما يكسب الفتاة الرقة، وانتشر هذا الاسم في عصرنا الحالي انتشارا واسعا، خاصة في سنوات الألفية العشرون، وأصبح كثير من الآباء يلجأون إلى هذا الاسم لتسمية بناتهم، حيث يعني المرأة ذات الملمس اللين، واللمس هي كلمة عربية صحيحة وتعني الحواس الخمسة. وإذا أخضعنا هذا الاسم للحكم الشرعي فلا يعد محرما وليس فيه أي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والله أعلم. وأشهر من حمل هذا الاسم لميس، وهي إحدى شخصيات المسلسل التركي سنوات الضياع، واسمها في النسخة التركية فيليز. أدى هذا المسلسل الممثلة التركية طوبا بويكستون، تم دبلجة كلامها إلى اللهجة السورية بواسطة الممثلة أناهيد فياض. من أشهر من حمل اسم لميس لميس الحديدي، وهي مذيعة وإعلامية مصرية في قناة السي بي سي، تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتقدم حاليا برنامج هنا العاصمة على قناة سي بي سي المصرية، وهي متزوجة من الإعلامي عمرو أديب.